الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. يا لِمَ تُحَاجُّونَ فِي إِبْرَاهِيمَ وَمَا أُنْزِلَتِ التَّوْرَاةُ وَالْإِنْجِيلُ وَمَا ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. صدق الله العظيم.